أكد المتحدث باسم خلية الأزمة للوقاية من كورونا في صلاح الدين جمال عقاب إن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات لتنفيذ قرار حظر التجول الشامل لأيام الخميس والجمعة والسبت والمقرر من اللجنة العليا للسلامة الوطنية، والذي يهدف إلى حماية المواطنين من خطر الوباء. اليوم احنا ننفذ مقررات خلية الأزمة المركزية واللجنة العليا للسلامة الوطنية بأن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت حظر شامل، وبقية الأيام يكون الحظر جزئي. هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله نتأمل أن تكون آخر أيام الحظر، يعني الأسبوعين القادمين، وبعدها حسب ما أقرت الخلية أنه يفتح الحظر بشكل كامل مع تطبيق إجراءات الحظر. وجدنا العمل بالسيطرة حقيقة عمل جيد وتعاون كبير بين الضباط الموجودين ومنتسبين والمواطنين، وحقيقة سمعنا كلام كثير من المواطنين حول رفع الحظر أو إلغاء الحظر. هذا الحظر هو وجد من أجل سلامة الجميع وعملت به كل الدول ليست في العراق، وإحنا في العراق الآن نطبق الحظر الشامل 3 أيام بكل محافظات العراق. الهدف منه هو حماية المواطنين وسلامتهم من هذا الوباء الخطير الذي حقيقة سجل أرقام كبيرة في عدد المحافظات وحتى لدينا. الآن بفضل هذه الإجراءات وتعاون المواطنين وجدنا حقيقة يعني نزلت نسبة الإصابات في المحافظة بشكل كبير. البارحة يعني سجلت 31 حالة في صلاح الدين من مجموع 1,400,000 مواطن. إذن الأمور تسير بشكل جيد وبدأنا نقطف ثمار تطبيق الحظر. حقيقة ندخل في موضوع يعني العيد والحظر اللي سوف يكون. هذه الإجراءات كلها هي من مصلحة المواطن، علينا أن نتحمل أكثر، أن نساعد الجهاز الأمني والصحي.